Voilà, Galaxy. هذه طماط مراد، سنك مراد. السبب هو تقلب، قلت لك تقلبات، يعني انت طقس سخانة وبرد، سخانة وبرد، ما كانش كانش طول سنا، ما كانش هاك. تشوف الغلة هذه الواحدة طماطم اللي راه تخرج تتصدر وخرجوا فيها الخارج. هذا السنف مراد، يعود العام تاعها مليح. هذه هي صنف مراد، تجيب حتى العشر حبات. السوق الوطنية لاكارون تويت ولاية كامل راه تصدر من بسك. السكون تويت ولاية درك، ولا السكون تويت ولاية كامل راه كامل من دوسة. هاكم تشوف السنة ما كانش. وهذا كل انتاجنا كما نقولوا، يعني ما عندناش حتى قلت لك دعم من عند الدولة، والو ما كانش. تكون مليحة، فهمت؟ هاي حبة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وهاي عشرة. هاي الأعراض تاع القلوب الطقس تاع الجليد. هاو كيف هاي الصنف تاعها، هذي مازال موجدتش. هاو الجليد وش يدلها. شايف هاك تشوف الزريعة مخدوعة، ما كانش الغلة. هذا ب6000 5000 يخرج منه، فهمت؟ طابلة تشريه يقول لك 25000. هذه الوحدة ب250، وسنا هاي بخرا ب400000. هذا زوج 800000، هذه كانت دير 20000، هاي درك دير 70000. دوي لك بيت بيت، نطالبوا بريفيكس برك، ما نطالبوا بحتى حاجه. نطالبوا الفلاح يديروا له بريفيكس كي لا مونطاج وكل المواد الغذائيه. هذا الخير بالفيد، مش يعود يروح في السوق يبدا يصوم فيك ب 3000 وب 4000. هاي هذا الخير. ها ها الحمد لله. لا وش وين هانا معاه، نتبعوا فيها بالدواوات وكذا وكلش نخسروا من عندنا. تريزاسيو ثاني نعانيو منها خلاص، يعني رانا نخدمو غير سرقه. كان ما تحفرش كيما نقولوا بلاد، يعني سرقه ما كانش تريزاسيو تاع الدوله، الغاشي كل تعاني منه. والتريزاسيو احنا نتمنوا ان تكون تسهيلات من عند الدوله، يعني الابار الارتوازيه ما كانش، ما عدناش، ما كانش رخصه، ما كانش حتى رخصه نمدوها يومنا. كنا الطلب الوحيد انهم يخفضونا برك في الدواء، برك في لي زونغري، في الدواوات، الامور كما نقول الاسمده قاعد، فهمت؟ الاسمده كل لازمتنا تخفيضات فيها برك. هذه اللي رانا ندوروا عليها من الدوسان كما نقول، كاين الدوسان، كاين بالروض، كاين بير النعام، الرحيات، هذو كل تابعين للدوسان، راه كامل هي اللي راه كافيته. سيكون تويت ولايه وكل تاكل منها من بسكر، فهمتني؟ ولا واك تشوف ها المعاناه اللي رانا نعانيو فيها. بنت جوها باي تاكلها، وكان غير جاب بريزين. هذه كامل العام كامل تخدم 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 وما كانش، فهمت؟ كيما اليوم راه دار السوق اليوم، هذه اليوم بالذراع دار 8000، فهمت؟ مولا الطابلاك تلقى حاطه ب 15000، تجي واجده تهز منها، ما يتعب ما والو، وياكل فيها هو. واش يقول لك الفلاح؟ ها الحمد لله تشوف هنا رانا عايشين. خاصني يقول هو القاني في البلادك، قلت لك يقول هو القاني في البلادك. السلام عليكم، معكم العيفة مختار، فلاح. المعاناة اللي نعانيو منها هي الغلة تاع لي زونغري، زرارعات مخدوعة، السلعة ما كانش كيما نقول، يعني الكاليتي اللي ندورو عليه ما كان. تديها للسوق حدث ولا حرج، الأسوام يعني الأسوام منحطة لأبعد الحدود، يعني هنا نخدمو نتعبو الصيف جليد السخانة كامل البرد وكل ما كنا تعب المعاناة كامل نعانيو فيها، وكنت تديها نسوقو بها سوق الغروس، يعني بون كاليتي نخدمو، يعني الحاجة كاليبر، تلقاها ب 5000 كيما طماطم ما يدير 8000.
الكورجات ب 2000، الباذنجالها ب 3000 ب 4000. وحنا الحاجه الوحيده اللي ندوروا منها دعم الدوله، نقص لنا في لي زونكري والدواوات، فهمت؟ واليد العامله ما كانش، يعني تجي تراعي الخدام باهي يخدم معاك ما كانش طول من عدم، خلاص نخدم رواحنا كل شيء رواح، خساره لينا الربح لينا والو، ما كانش الربح والله ما كان، يعني الربح والله ما كان في ناحيه البيوت سنة. هذه العوام الاخرين يعني من الكوارث الطبيعيه والله ما كان طول، الفلاح راه منعدم طول طول.